ده مرض بتقول مرض حلو ولا يا ده تونس الكورنر ده يعني كل تونس في الحته دي لا انا بس انت لوحدك ماله بقى المهرجان بتاع شهر انت ليك علاقه بالبري لا اللي فوق ده مالكش انت 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 ليك علاقه بالعنب ده بس لما تنزل بقى كده تقعد تحت كده جنب جنب الحاجات بتاعتك عشان تطلع في الصوره لما الحاجات بتاعتك تطلع فوق مثلا ايه بقى المعرض يكلمني عن المعرض بتاعك ده المعرض اللي هنا ولا المهرجان اللي انت عاملين العمل بتاع مهرجان تونس مهرجان تونس ان شاء الله السنه دي عايزين نعمله بشكل مختلف ازاي هيبقى المهرجان كله في الشارع في الشارع بتاعنا الشارع في الشارع كله